قلي يشوفونها ما حال البر والمكشات تالي عصير والطبيعة تشوق اللي يشوفونها والنسانس لهبت بفح العبير خلت أفكارنا تفصح بمكنونها والنشامة على ريح الخزامة تسير كأنهم يقنصون الصيد من دونها من فرحنا تكاد النفس عنا تطير واستراحت بعد ما عاشت شطونها عشق البر من وانا طفل صغير والفيا في جميع الناس يهوونها انتهت رحلة المكشاة يا ابو سمير والمعالي نظمناها بموزونها ما حال البر والمكشات تالي عصير والطبيعة تشوق اللي يشوفونها والنسانس لهبت بفح العبير خلت أفكارنا تفصح بمكنونها والنشامة على ريح الخزامة تسير كأنهم يقنصون الصيد من دونها من فرحنا تكاد النفس عنا تطير واستراحت بعد ما عاشت شطونها عشق البر من وانا طفل صغير والفيا في جميع الناس يهوونها انتهت رحلة المكشات يا بوس